المهرجان الدولي المقام حاليا بالحمامات بتونس الشقيقة، وجيت بصفتي حكم دولي. الآن كملنا يعني التحكيم ديال على فئة المقبلات، والآن غادي عندنا المشاركين المغاربة غادي يشاركوا كذلك إلى جانب مجموعة ديال الدول في الحلويات المغربية التقليدية ديال كل بلد بيان سور. وما نساوش بأن التام اللي كان عندنا ديال هذا المهرجان هذا هو الموروث الثقافي ديال كل دولة. والله هذا هو الشيء الجميل اللي كتلقى في المهرجان، وأنك أول حاجة كيكون عندك احتكاك مع أشقاء عرب، وكتتعرف على ثقافات عربية أخرى. يعني الأجواء كلها مزيانة الصراحة، تبارك الله. يعني الجو كنحسوا بيه بحال، انا خصوصا انا من مدينه اكادير، حسيت بالجو الحمامات قريب للجو ديال مدينه اكادير في المملكه المغربيه. وايضا حتى يعني الحفاوه الناس، واللي عجبني بزاف انهم الان مازلت نتلاقى مع الناس وتيباركوا لنا على المنتخب المغربي، ويعني كانت حتى تشوف واحد الفرحه في يعني في عيني الناس كاملين. وكانت من احد موفق للجميع، يعني هو مهرجان فيه مسابقات الا ان كيبقى الهدف هو تعرف والتعرف ايضا على الثقافات ديال كل دوله على حده. عندي مشاركة في المهرجان الدولي للطبخ ملوك الطبخ، نتشرف أني كنت مشاركة وأني كنت كذلك حكم دولي، صارت لي إضافة ما شاء الله، وكانت فخر لي أني نكون جديرة بأن نكون حكم دولي مع تلاقح مع الحكام الدوليين من جميع أنحاء العالم. كانت لي إضافة جديدة وتشرفني، وإن شاء الله ليكون الفائز والمتحصل على الميدالية ذلك الذي يفرض خدمته ويكون عن جدارة ياخذها عن جد، وله كل التقدير والشكر إن شاء الله. لقيت نفو ما شاء الله عالي، لقيت ما شاء الله تلاقح، لقيت برشا إضافات تشرف البلاد التونسية، وتشرفنا إن شاء الله نكون كذلك في خارج الوطن يكون عندنا زادة إضافة للبلدان الأخرين إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. احنا اليوم حاضرين في مهرجان الدولي لملوك الطهي بالحمامات. كانت البداية اليوم انطلقت الساعة 9 صباحا، وإن شاء الله تشوف معناها جميع الدول العربية ومشاركة في هذا المهرجان وهذا الحفل، وشاركنا فيه ديوان الخدمات المدرسية بالطباخ المدرسي. إن شاء الله موفقين الناس كل، وتشوفوا هاكا معناها العروض بجميع أنواعها من المالح للحلو للنحت على الخضار، معناها شيء يعمل 66 كيف. الحمد لله احنا المهرجان هذا ان شاء الله ينجح، والميزة اللي هي باهية اللي هو احنا شاركنا فيه الطباخ المدرسي بوزارة التربية لتجويل وتحسين الأكل المدرسي لأبنائنا التلاميذ بالمدارس العمومية. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.